منذ دقائق قليلة يعني أشارت التقارير الإسرائيلية إلى اعتراض صاروخ باليستي قادم من اليمن. من اليمن. باعتقادي لن يكون هناك رد، وتم اتخاذ القرار بعدم الرد، خاصة مع خطاب بزكشيان الذي فعلا صرح عن يعني بما يشبه التخلي الرسمي عن حزب الله، وهذا يؤسس إلى مرحلة جديدة ألا وهي مرحلة مقايضة إيران لأدرعها وملفها الصاروخي مقابل الحفاظ على مكاسبها الإقليمية وملفها النووي الذي وصل إلى درجة يعني لا يمكن تجاوزها. وحالة التي أشرت إليها، حالة فرض الرعب التي تسوقها الآن إسرائيل باستمرار ضرباتها، ويعني لم تكتفي فقط في اغتيال رأس الأخطبوط، هذا رأس الأخطبوط هي خطة إسرائيلية يعني يبدو أنها أخرجتها من الأدراج، ولكن أيضا فككت البنية الهيكلية لحزب الله باستهداف مهام القيادة والسيطرة ومنظومة الاتصالات. كان من اللافت يعني هذا الخذلان الكبير من قبل إيران لحزب الله، وخاصة أن بيان المرشد الأعلى يتحدث عن سياسة حمقاء من قبل إسرائيل، وهذا على غير العادة من المحور الإيراني الذي يعني كما نسميه في العامية هو شاطر في العنتريات وبيع التصريحات النارية وبإطلاق الوعيد والتهديد. يبدو أن الحالة الجديدة يعني التي تحاول فرضها إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية سيكون الشرق الأوسط بعد 27 من أيلول سبتمبر 2024 ليس كما قبله. الآن نؤسس لمرحلة جديدة تطلق عليها الأدبيات الأمريكية مرحلة الشرق الأوسط الجديد. كان من اللافت يعني هذا الهجوم الشرس وهذا يعني الإصرار الإسرائيلي على اقتلاع حزب الله وملاحقة فلوله، يعني مشهد القصف المستمر والمتواصل على الضاحية الجنوبية. الضاحية الجنوبية كانت يوم من الأيام وفق قواعد الاشتباك القديمة تقابل تل أبيب بين حزب الله وإسرائيل، اليوم تقصفها على الرغم من أنها حققت أكبر هدف، يعني ضمن التعريفات العسكرية الإسرائيلية اغتيال حسن نصر الله هو قد يكون الإنجاز الوحيد الذي لم تقدم عليه إسرائيل منذ عقود. لذلك تحاول قدر الإمكان الاستمرار بهذه الحملة وفرض واقع جديد كما أسميته، هو يعني معادلة فرض اللعب، يعني عفوا معادلة فرض الرعب وانتهاء التنافس الإقليمي بين إيران وإسرائيل.